إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات حول الأقصى. حوار عبد الله البوعينين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. مستمعين الكرام، حين وجه الله سبحانه وتعالى نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام إلى سبيله، ربط ذلك بالعلم والمعرفة، فقال عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يمكن لأمة القرآن والبيان، مستمعين الكرام، أمة العلم والمعرفة، أمة القراءة والتبصر، إلا أن تبحث في دور المعرفة والإعداد المعرفي للذود عن حمى الإسلام والدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الجريح في فلسطين المحتلة. حول هذا الموضوع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي، مؤسس المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس، وأستاذ العلاقات الدولية بعدد من الجامعات العالمية. فمرحبا بك دكتور عبد الفتاح. ولعل نافذتنا الأولى على هذا الموضوع المهم فيما يتعلق على المعنى والمفهوم الذي نريد أن نتحدث عنه، وهو ماذا نقصد بالبناء المعرفي والإعداد المعرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، أنا سعيد أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يفتح به القلوب والعقول، لعلنا نساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. المعرفة التي نقصدها وهي الأساس في عملية الإعداد، نعرف من ناحية علمية منهجية أن هنالك عدة عمليات منهجية توصلنا إلى النتيجة الاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها، وهي تحرير هذا المكان المبارك المقدس. المعرفة هي المرحلة التفكيرية الخامسة التي نعني بها الإدراك، وهنا أفرق بين العلم والمعرفة. العلم هو الفهم، ولكن وهي العملية الثالثة، ولكن المعرفة هي الإدراك، أن تدرك كنه الشيء، أن تدرك حقيقة الشيء، لأن هذا الإدراك يمدك بالطاقة التي تؤدي إلى ثلاثة قضايا أساسية: تؤدي إلى إنتاج المعرفة وتأصيلها، وهذا أمر مهم بالنسبة للمسجد الأقصى وبيت المقدس، إنتاج المعرفة وتأصيلها. ثانيا، صناعة الفعل، بدل أن ندور والأمة لها 100 عام تدور في دائرة ردة الفعل، الإدراك يؤدي إلى صناعة الفعل. والنقطة الثالثة وهي صناعة الأمل. إذن الإدراك الذي يمد الإنسان بالطاقة يؤدي إلى إنتاج المعرفة وتأصيلها، صناعة الفعل، وصناعة الأمل. وهنا لابد أن أذكر في هذه المقدمة أن العلم، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وبيت المقدس، العلم ليس من أجل العلم، بل العلم بمعنى أن تفهم ويؤدي للعمل، فكما قيل: فالعلم إمام للعمل. والمعرفة ليس أن تعرف، بل المعرفة بمعنى أن تدرك وتدفعك إلى التغيير. ولهذا المعرفة تقود التغيير والتحرير والعمران. لا نقول المعرفة تقود إلى، المعرفة يجب أن تقود إلى التغيير والتحرير والعمران، لأن التحرير هو مرحلة من المراحل التي توصلنا إلى العمران، بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. وهذا دكتور يعني ربما يكون نافذتنا إلى الحديث عن هذا البناء المعرفي، ودعنا نتحدث ابتداء عن القضية الكبرى، وهي قضية اللغة والتلاعب بالصياغة والتلاعب بالكلمات والتلاعب بالمفاهيم العامة. وأنا أرى يعني
في كتابك الموسوم بنظريات ونماذج بيت المقدس، وأن أهنيك على هذا الكتاب الدكتور عبد الفتاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول وأن يكون بداية جديدة إلى مستقبل جديد بإذن الله. وهو حرصك دكتور عبد الفتاح على أنك تسمي بيت المقدس، لماذا الحرص على هذا المسمى مع أن هناك مسميات مختلفة وكلها تقود إلى معنى واحد وهو المسجد الأقصى وفلسطين، لكنك كنت تشدد دائما على لفظ بيت المقدس؟ دعنا نبدأ من هذه النقطة ويدخلنا هذا بإذن الله على البناء المعرفي الجديد إن شاء الله. الله يكرمكم ويبارك فيكم، يعني هذه قراءة عميقة للكتاب، بارك الله فيكم. أنا سعيد بهذا الأمر. عندما حقيقة درست الخطة النبوية الاستراتيجية للرسول صلى الله عليه وسلم لتحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس، بالمناسبة عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى كانت تحت الاحتلال الفارسي ضمن الصراع البيزنطي اللي ورد في صدر سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض. كان المسجد الأقصى وبيت المقدس والأرض المقدسة كانت تحت الاحتلال الفارسي. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد رحلة الإسراء والمعراج رسم بنفسه خطة نبوية شريفة، ورسم خارطتها السياسية والجيوبوليتيكية من أجل تحرير المسجد الأقصى وبيت المقدس والأرض المقدسة. فكان البناء المعرفي هو الخطوة الأولى، ومن أهم الخطوات المعرفية كان تأسيس مفهوم ومصطلح جديد لهذه الأرض المباركة المقدسة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من استعمل هذا المصطلح بيت المقدس، وبالتالي ضمن هذا البناء المعرفي، يعني الآن في أرض نريد أن نسعى لتحريرها، هذا الدين الجديد الذي جاء الإسلام الذي جاء ونزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يضع له مصطلحاته مفاهيمه، وكان من هذه المفاهيم مفهوم بيت المقدس. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا؟ هذا في فترة الرومان كان اسمها إيليا، كان اسمها إيليا من 135 ميلادي عندما جاء هدريان سمى هذه المنطقة بإيليا. فأنت وأنت تخطط لعملية التحرير لابد أن تأتي بالمصطلحات الخاصة بك. لماذا؟ لأن المصطلح هو حجر الأساس للبناء المعرفي، ثانيا هو نواته الأولى لتأسيس تصور ورؤية ومرجعية وهوية وثقافة وروح جديد لهذه الأرض المقدسة، ثالثا يؤصل لتشكيل الرواية الإسلامية المتكاملة والمتميزة والخاصة بالأمة المسلمة. فكان خطوة مركزية في عملية الإعداد وضمن التخطيط الاستراتيجي للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في زماننا الحالي إن أردنا أن نعيد القضية إلى بعدها الإسلامي ونخرجها من بعدها الفلسطيني وبعدها العربي ونضعها في إطارها الإسلامي ونقدم الرواية الإسلامية حول هذه الأرض المباركة المقدسة، علينا أن نحيي مصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المصطلح النبوي بيت المقدس. جميل. وأيضا دكتور، يعني في انطلاقا لهذا المعنى وهو معنى البناء المعرفي والإعداد المعرفي، نواجه أمرين يعني أو مشكلتين دعنا نسميها، بين من يكون متحمسا لتطهير المسجد الأقصى من دنس الصهاينة، وبين من يحاول أن يقول أن هذا المسير بحاجة إلى بناء معرفي في البداية ثم بعد ذلك حشد الجموع وغيرها. فأنت مع القول الثاني أن لابد أن يكون هناك بناء معرفي، لابد أن تكون هناك خطة واضحة للمستقبل، كيف نحيي هذا الجيل الجديد؟ حدثنا عن هذه الفكرة دكتور عبد الفتاح. أكرمكم الله. بداية هذا نحن لا نصنع العجلة من جديد، الأمة لها تحاول أن تحرر هذا المكان المقدس منذ قرابة القرن، منذ الاحتلال البريطاني قبل الاحتلال الصهيوني في عام 1917، والأمة لم تستطع أن تحرر هذا الأمر، وهذا أخذ من كثير من العلماء والمفكرين في زماننا الحالي دراسات، ووصلوا إلى أن نحن لم نهتم
بالمعرفة، المعرفة بمعنى الإدراك مرة أخرى هنا، ليس المعرفة هنا التي أقصدها دورات حول المسجد الأقصى المبارك، ليست دورات في القضية الفلسطينية، لا، أنا أقصد أن تصل الأمة إلى أن تدرك كما ذكرت في المقدمة. وبالتالي أيضا هذا الاحتلال ليس هو أول احتلال، وإن شاء الله يكون آخر احتلال لهذه الأرض المباركة المقدسة. علينا أن لا نصنع العجلة، نعود كيف تم التحرير في السابق. واسمح لي أن أستفيض في هذه القضية، لأنه قضية مهمة أن تصل للمستمعين لهذا البرنامج المبارك الطيب. ما هو التحرير؟ التحرير هو جني ثمرة الإعداد بكل أنواعه، ولا سيما الإعداد المعرفي. دعونا نعود إلى خطة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أشرت إليها باختصار. عندما درسنا خطة الرسول عليه الصلاة والسلام التي وضعها بنفسه ورسم خارطتها السياسية والجيوبوليتيكية، وجدنا على أنها تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية: الإعداد المعرفي والإعداد السياسي والإعداد العسكري. هذه الدراسة المعمقة للسيرة النبوية الشريفة تكشف لنا عن هذه الأعمدة الثلاثة، ونلاحظ أن التمهيد للإعداد المعرفي استغرق 11 سنة ونصف في مكة المكرمة منذ البعثة النبوية إلى حادثة الإسراء والمعراج، فأضحى بيت المقدس مرتبط بعقيدة المسلم. هذه قضية أنا متأكد في برنامجكم الطيب والضيوف سيفصلوا بها كيف ارتبطت بيت المقدس بعقيدة المسلم. واستمر هذا الإعداد المعرفي حتى بعد أن بدأ الإعداد السياسي والعسكري في السنة الخامسة أو السنة السادسة للهجرة النبوية، حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كانت المعرفة هي البداية وهي النهاية والقاعدة الأساسية لمثلث أو هرم الخطة النبوية الاستراتيجية للتحرير. هذا ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الاحتلال الصليبي. أنا أحاول أن أوجز كثيرا في هذا الموضوع لأوضح هذه القضية. أيضا الخطة التحرير من الاحتلال الصليبي كانت تقوم أيضا على الأعمدة الثلاثة: على الإعداد المعرفي كبداية، ثم الإعداد السياسي والإعداد العسكري. ودعوني هنا أن أنقل لكم عبارة مهمة جدا شهيرة قالها الناصر صلاح الدين لجنوده يوم التحرير في المسجد الأقصى المبارك، وقضيت فترة طويلة أبحث في هذه العبارة. العبارة تقول: لا تظنوا، يقول لجنوده ساعة نشوة الجنود في المسجد الأقصى بعد هذا الاغتصاب له من الصليبيين مدة طويلة جدا، فالجنود يشعروا بالنشوة أنهم دخلوا محررين للمسجد الأقصى المبارك، فقال لهم هذه العبارة: قال: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل. نهاية الاقتباس. الاقتباس: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل. والقاضي الفاضل الذي يشير إليه الناصر صلاح الدين هو عبد الرحيم البيساني، وكان الرجل الثاني في الدولة بعد صلاح الدين. وإذن نستنتج من هذا الأمر، من هذه العبارة، أنه كان هنالك تحالف وثيق بين المعرفة ممثلة بقلم القاضي الفاضل الذي لقب بمحيي الدين، والسلطة ممثلة بالقائد السياسي والعسكري صلاح الدين الأيوبي الذي لقب بالناصر. وهذا ما فعله ناصر صلاح الدين هذا تنفيذا لمقولة الفاروق عمر بن الخطاب الفاتح الأول لهذه الأرض المباركة المقدسة، عندما قال: أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين من قبلك والتي تدعو إلى التخصص والتكامل مع المسارات الأخرى. بعبارة أخرى، التحالف بين المعرفة والسلطة، السلطة السياسية السلطة العسكرية، هذا مع الأسف ما فعله المستعمر في بلادنا في 100 سنة الماضية، وعلينا أن نفيق ونعود إلى أن يحدث هنالك تحالف بين القوة السياسية في المنطقة وبين القوة المعرفية التي غيبت في 100 سنة الماضية.
وهذا دكتور يقودنا إلى نقطة جدا مهمة، وهي قضية فقه دعنا نسميها أو معرفة الحقيقة التي نعيشها في فلسطين وبيت المقدس، في قضية العلاقات الجيوسياسية فيما بين بيت المقدس وما حولها من هذه الدول، وأهميتها الحقيقية لمستقبل وصناعة فلسطين وبيت المقدس. لا شك، لا شك حقيقة، يعني نحن مع الأسف الشديد أخي الفاضل نعيش ما أسميه النكبة المعرفية. لنا 100 عام نعيش النكبة المعرفية، أو بعبارة أخرى احتلال العقل المسلم. نحن عندما نفكر مع الأسف الشديد لا نفكر ضمن فهمنا للقرآن الكريم ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولحركة التاريخ، بل مع الأسف يعني نتحرك ضمن هذه احتلال للعقل المسلم، والعقل المسلم مع الأسف الشديد محتل من ناحية المفاهيم، من ناحية المصطلحات، من ناحية الهوية، محتل بمناهجه. أنا قضيت حوالي 35 سنة أدرس في الجامعات البريطانية والماليزية والتركية والعربية. العقل المسلم مع الأسف الشديد محتل بالتفكير الغربي، بالدراسة الغربية، بالنظريات الغربية. لو نظرنا إلى ما هو متوفر من كتابات حول بيت المقدس وحول الأرض المباركة المقدسة، نجد أن هنالك عدم توازن بين ما ينتجه العدو الصهيوني وبين ما ننتجه. نحن ما ننتجه مع الأسف الشديد، وتسمح لي يعني أن أجلد أنفسنا قليلا هنا، ما نكتبه عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى معظمه كلام عاطفة، عبارة عن عبارات رنانة ننقلها عن بعضنا البعض، ولكن لا يوجد بحوث علمية تؤدي إلى عملية الإدراك التي ذكرتها قبل قليل، والتي تؤدي إلى التحرك ناحية التحرير. ولكن العدو الصهيوني مع الأسف الشديد درس جميع الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر معظم الآيات أو جميع الآيات، ذكر ما كتبه العلماء السابقين. هنالك مراكز بحثية تنتج سنويا، ما الذي أنتجناه؟ مع الأسف الشديد نحن ندور في دائرة العاطفة، وحتى عندما نكتب نبقى ندور في دائرة رد الفعل. إذا نحن أمام معادلة غير متوازنة وفجوة كبيرة جدا، هم ينتجون ويصنعون ويسوقون ونحن لا ننتج، وبالتالي نحن نستورد. نحن نستورد مع الأسف الشديد الرواية التي ينتجها العدو الصهيوني ونسوقها في جامعاتنا وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية. وهذا والله ما يدمي القلب، ما يدمي القلب. ولدي أمثلة كثيرة جدا على كثير من الجامعات في العالم الإسلامي التي زرتها، والطلبة يعني يدرسونها ولا يعرفون على أن هذه الرواية، على أن هذه الرواية الصهيونية مع الأسف الشديد. ولهذا مرة أخرى أعود، هنا تأتي أهمية المعرفة. علينا أن نشكل الرواية الإسلامية حول الأرض المباركة المقدسة، ليس فقط لنواجه الرواية الصهيونية المزيفة، ولكن حتى نبني الجيل الذي يستعد لعملية التحرير بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. دكتور عبد الفتاح، أيضا من النقاط المهمة التي أنت أشرت إليها قضية البركة ودورها في بيت المقدس. يعني نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى بركة الشام وبركة بيت المقدس، وأشار أيضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى بركة بيت المقدس وبركة الشام من حولها الذي باركنا حوله. لكن نحن اليوم كيف نقرأ هذه البركة، وكيف نستطيع من خلال هذه البركة أن ترسم لنا طريقا جديدا إلى بيت المقدس؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. يعني كأستاذ للعلاقات الدولية نهتم بالنظريات، ومع الأسف الشديد معظم النظريات، ليس معظم، جميع النظريات التي ندرسها في علم العلاقات الدولية هي نظريات ونماذج غربية خرجت من رحم وظروف أوضاع مرت بها الدول الغربية، وهي نتاج للتطورات والأحداث التي حدثت هناك في سياق هوية ثقافية مختلفة. هذه النظريات أيضا طورها الغرب القوي المهيمن اللي استعمرنا عسكريا وسياسيا
واقتصاديا وزرع دولته العازل الكيان الصهيوني. وبالتالي نحن نستورد نظريات ونماذج غربية لنحلل ونفهم ونفسر أحداثنا ونفهم واقعنا المعاصر. بعبارة أخرى قبل أن آتي لإجابة على الشق المهم من سؤالكم الكريم، أننا نحاول مع الأسف أن نفهم واقعنا بعيون الآخرين وعقولهم وتصوراتهم وأوعيتهم الفكرية. فكان لابد، وأنا أعمل في هذا الحقل منذ سنوات طويلة جدا، أن أعود إلى القرآن الكريم وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأرى كيف يمكن أن نطور نظريات تعيننا على التحرير القادم. فاستوقفتني هذه الآية الكريمة في صدر سورة الإسراء، الآية الأولى التي يعني تعلمنا من مشايخنا ومن علمائنا هذه الآية، ولكن بدأت أنظر إليها بفقه العلاقات الدولية، بعلم العلاقات الدولية. فالله سبحانه وتعالى، توقفت عند، أنا لست مفسرا ولكني أحاول أن أفهم الآية في سياق التخصص الذي أنا أرابط عليه، فتوقفت عند من إلى وحوله، من إلى وحوله، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن البركة وجدتها أنها تدور حول المسجد الأقصى حتى تصل إلى النقطة التي انطلق منها الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. فوجدت أننا نتكلم أمام ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى هي بيت المقدس، وهنا بيت المقدس ليس في القدس، القدس هي مدينة صغيرة ضمن بيت المقدس التي حددها وتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع طويل جدا في التفصيل به. مع الأسف الجغرافيين المسلمين كانوا يعلمون أن بيت المقدس هي إقليم، ولكن في ظل الفترة الاستعمارية التي مرت بها الأرض المباركة المقدسة أصبحنا نتكلم عن القدس الشرقية والقدس الغربية، والآن يتكلمون عن القدس في أبوديس وغيرها. إذن بيت المقدس هي الدائرة الأولى، هي الأرض المقدسة بنص النص القرآني أو المصطلح القرآني، هي الأرض المقدسة. والأرض المقدسة هي مساحة جغرافية كبيرة، الجغرافيين تكلموا بها بالتفصيل وحددوا حد الشمال والجنوب إلى آخره، ولكن ما أريد أن أقول هنا باختصار أنها أكبر من مدينة القدس الحالية. ثم الدائرة الثانية هي الأرض المباركة، الأرض الثانية هي الأرض المباركة التي هي بلاد الشام ومصر أو جزء من مصر. ثم الدائرة الثالثة التي تصل إلى الكعبة المشرفة، وهذا يوضح على أن هذه المناطق مصر وبلاد الشام والعراق والحجاز وتركيا وبقية مصر لها دور كبير جدا في عملية التحرير. وهذه أنا سعيد جدا عندما أرى عدد كبير من طلبة الماجستير والدكتوراه يستعمل هذه النظرية بتفصيلها في تحليل الأحداث المعاصرة الحالية التي تحدث، وهذا من فضل الله ومنته وتوفيقه والحمد لله رب العالمين. اللهم أمين. أيضا دكتور عبد الفتاح، يعني نحن نستغل مثل هذه الدقائق التي تجمعنا بك في هذه المحاور الجميلة التي أنت طرحتها في كتابك، وفي نفس الوقت أنت يعني دبجت هذه الحلقة من بدايتها ببعض الأفكار الأساسية التي تقودنا إلى البناء المعرفي المهم للمستقبل. أنت ذكرت نقطتين مهمتين في بداية الحديث وما يتعلق بصناعة الفعل وصناعة الأمل، وقلت وكأن يعني حياتنا إنما تقوم على الفعل وردة الفعل. كيف يمكننا دكتور أن نفتح الباب أمام صناعة الفعل وفي نفس الوقت أننا نظهر الأمل بصورة لا نقول بأنها الصورة البعيدة لكن نقول بأنها هي الصورة القريبة جدا؟ أحسنتم بارك الله فيكم. دعني أبدأ بالأمل، لأن هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المواقف الصعبة، في المواقف التي كانت الأمة، يعني أعيدك إلى الخندق، الوصف القرآني جميل جدا، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من هؤلاء؟ ليسوا هم أنت أخي عبد الله وأنا عبد الفتاح، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المواقف الصعبة
في هذه المواقف الصعبة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الأمل، يعطيهم الأمل بأن فارس ستفتح وبلاد الشام ستفتح، ويعطيهم الأمل. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الاستضعاف وفي الحالة مثل الحالة التي نحن بها علينا أن نعطي الأمل للأمة. وأرض بيت المقدس هي أرض الأمل، أرض بيت المقدس هي أرض الأمل. عندما أراد قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقتلوه، أين أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة؟ قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أغلقت مكة أمامه، أغلقت الطائف أمامه، أين كان الأمل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقل نوعية في الزمان والمكان، نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك الذي أم به الأنبياء وأعطي القيادة له ولأمته من بعد. إذن لابد أن نعطي الأمل، لابد أن نعطي الأمل أن المسجد الأقصى سيتحرر على الرغم من هذا الظلم وعلى الرغم من هذا العدوان على المسجد الأقصى وعلى الأرض المباركة المقدسة بنص القرآن الكريم في صدر سورة الإسراء، عندما تكلم الله تبارك وتعالى عن الإفساد الأول والإفساد الثاني، وأنا أعتقد جازما أننا نعيش في الإفساد الثاني لبني إسرائيل. إذن مقدمة سورة الإسراء، صدر سورة الإسراء تعطينا الأمل بأن هذه الأرض المباركة المقدسة ستتحرر بإذن الله تبارك وتعالى، ولعلنا نشهد التحرير، ولعلنا نشهد معكم أخي أستاذ عبد الله وجميع من يستمع إلينا أن نصلي صلاة الفتح قريبا في المسجد الأقصى المبارك، وما ذلك على الله بعزيز. هذا يتطلب منا أن نصنع الفعل، لا أن ندور في دائرة ردة الفعل، علينا أن نصنع الفعل، علينا أن نبادر كل إنسان منا بطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا في مجالي أستاذ في الجامعة أركز جهودي لأساهم في عملية التحرير من خلال العلم والمعرفة. الذي يعمل في دكانه عليه أن ينتبه لأبنائه وبناته ويغرس بهم حب المسجد الأقصى ويغرس بهم حب هذه الأرض المباركة المقدسة. كل في مكانه وفي موقعه يستطيع أن يعمل، أن يصنع الفعل، لا أن يدور في دائرة ردة الفعل. كما قلت مع الأسف نحن في 100 سنة الماضية كنا ندور في دائرة ردة الفعل. ممكن أن نثقف أبناءنا وبناتنا، أبناءنا وبناتنا، نعدهم إعدادا معرفيا، وهذا ما ركزنا عليه في السنوات الأخيرة في المشروع المعرفي لبيت المقدس، أننا بدأنا نهتم بالناشئة. فعندنا الآن المنهاج الدراسي لقادة المستقبل من سن 7 سنوات إلى 18 عاما، نغرس بهم ونصنع الفعل، نصنع الفعل من خلال إعداد وتصنيع المعرفة التي تعين الكبار والصغار على أن يهتموا بهذه القضية المباركة المقدسة. جميل. أيضا دكتور، يعني قبل أن يكون لقاؤنا بك يعني وقد شارف على النهاية، أن يكون هو مسك الختام، لكن قبل الرسالة الختامية التي تبعثها المستمعين الكرام، اليوم نحن نشاهد في واقعنا طريقة أخرى في باب توضيح ما يسمى بالتطبيع، ليس بلفظه وليس بهذه الكلمة، لكن يحاول أن يلبس لباس ليس كلباسه، يعني قميص يوسف يلبس بشتى الطرق وشتى الكيفيات للأسف الشديد. هذه الهجمة التي نواجهها نحن كمسلمين إما في البلاد العربية الإسلامية أو حتى من يعيش مثلا في بلاد الغرب، كيف يمكننا مواجهة هذا التطبيع؟ وكيف يمكننا أن نقف ونعطي هذه المعرفة الجميلة لأبنائنا والجيل القادم؟ أولا، هذا التطبيع هو ليميز الله الخبيث من الطيب. شرط من شروط تحرير المسجد الأقصى أن الأمة تتمايز، أن الأمر يصبح واضحا. يعني العلماء في السابق كانوا يتكلموا، ولكن الآن نرى بأم أعيننا. كان التطبيع سابقا سرا،
كان يعني هذا الكلام منذ عقود من الزمان كان يتم سر، الآن يتم الأمر علني. حتى عندما ونحن نقترب من عملية التحرير نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يتضح معنا من هم الذين سيكرمهم الله بأن يكونوا ضمن التحرير ومن لن يكونوا. هذا هو دور العلماء، دور أساتذة الجامعات، دور المشايخ الأفاضل سواء في البلاد العربية أو بلاد الإسلامية أو في العالم الغربي. عليهم أن يهتموا بالمعرفة، وعليهم أن يوصلوا الأخطار المحدقة بعملية التطبيع. لا أريد أن أذكر أسماء دول هنا، ولكن بعض الدول طبعت منذ عقود من الزمن. ما النتيجة؟ لم يصلوا إلى أي نتيجة. نحن الآن أخي إخواني أخواتي الذين يستمعون لهذا اللقاء الطيب، نحن على مشارف التحرير لهذه الأرض المباركة المقدسة. فعلينا أن نختار، إما أن نكون مع الفاتحين وإما أن نكون مع القاعدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم صلاة الفتح في المسجد الأقصى قريبا، وهو حر عزيز بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أمين، اللهم أمين. شكرا لك أستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي. إن كانت هناك رسالة أخيرة توجه المستمعين الكرام. رسالتي أولا شكر لكم أخي أستاذ عبد الله على هذا اللقاء وعلى هذه السلسلة التي بدأتم بها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون خطوة نحو تحرير المسجد الأقصى وتحرير بيت المقدس. كلمتي إلى من يستمع إلينا من إخواننا وأخواتنا، أنت وأنت جالسة في بيتك أو في بيتك أو في سيارتك تستطيع أن تساهم في التحرير بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي أذكر شيء بسيط الأمة نسيته، وكان ضمن الخطة المعرفية للرسول صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام كل ليلة إلا أن يقرأ سورة الإسراء. فإن أردنا أن نحيي سنة وأيضا نصنع سنة للرسول صلى الله عليه وسلم منسية، وأيضا نساهم في الإعداد المعرفي، وهذا إعداد على المستوى الفردي، أن تقرأ سورة الإسراء أنت وأسرتك قبل النوم. هذه ستعطيك فتوحات وأنوار تعدك للتحرير القادم بإذن الله، وتستطيع عليها، كلنا يستطيع أن يفعل. أنا لم أحب أن أذكر شيئا لا نستطيع عليه، ولكن تستطيع الأمة أن تقوم به على المستوى الفردي بإذن الله تبارك وتعالى. بوركت. شكرا لك الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي، مؤسس المشروع الحضاري المعرفي العالمي لبيت المقدس، وأستاذ العلاقات الدولية بعدد من الجامعات العالمية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي وإياكم ونحن نسير في دروب الأقصى في ساحات المسجد الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله. حوارات حول الأقصى، حوار عبد الله البوعينين.